اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا مباراه الامس ما بين الاهلي وفريق الحرس الوطني بطل النيجر، مباراه انتهت بالتعادل الايجابي 1-1 في مستهل المشوار الافريقي اللي بيحاول النادي الاهلي من خلاله ان هو يحافظ على لقبه للموسم الثالث على التوالي باذن الله تعالى. يقدر النادي الاهلي، ده امر مؤكد، لان الاهلي عنده امكانيات كبيره جدا. امبارح تعادل ايجابي، نتيجه جيده بالمناسبه. انا شايف ناس كتير ممكن بتنتقد الاهلي بشكل او باخر، حقهم بشكل كامل، كمان كل واحد براحته يقول وجهة نظره، ينتقد طالما نقد بناء، طالما نقد في صالح الفريق مفيش مشكلة خالص. بس البعض هيستغرب لما يلاقي جمهور الأهلي بينتقد مديره الفني وبينتقد فريقه، اللي هم مين؟ الناس اللي مش أهلاوية. هيقول لك دي حاجه غريبه قوي، الناس دي واخده بطولات قد كده ومش عارف ايه وبتاع، والراجل كان ماشي معاهم بشكل كويس وما زال ماشي معاهم بشكل جيد الى حد ما. ممكن نختلف نتفق على الاداء، على الشكل، على التغييرات، على الكلام ده طبيعي في كره القدم، لكن مش هتلاقي الكلام ده غير في النادي الاهلي. جمهور الاهلي ذواق، جمهور النادي الاهلي عنده درجه كبيره جدا من الوعي، دايما بيبقى عايز فرقته يشوفها في احسن صوره، لازم يبقى عايز يشوف الفرقه كويسه جدا، يتفرج على الماتش يتمتع، يتبسط، يحس ان في شغل بيتعمل، في اداء جيد، حق جمهور الاهلي. ده اللي هيخلي ناس مش اهلاويه بيستغربوا من الكلام ده. لكن الكلام ده مش جديد على جمهور النادي الاهلي اللي بيحب جدا فريقه واللي بيحب ناديه بشكل كبير. لكن خلينا نتكلم مع بعض بموضوعيه وبمنطقيه بنسبه كبيره جدا جدا، لان ده اللي بيهمنا، وانتوا اتعودتوا مننا دايما من خلال برنامج الترند ان احنا بنتكلم بمنتهى الصراحه والوضوح اللي في الدنيا يعني. هل الاهلي كان كويس امبارح من ناحيه الاداء؟ بصراحه لا، كاداء لا، مش هو ده الاهلي اللي احنا بنستناه، ومش هو ده الاهلي اللي احنا بنفسنا نشوفه ونتفرج عليه ونتمتع باداء. بصراحه في احسن من كده؟ لا، ده في احسن من كده بمراحل. مراحل ايه ده؟ بكتير جدا في احسن من كده طبعا عند النادي الاهلي، لكن في نفس الوقت لازم نشوف ايه الاسباب اللي ادت لكده، او ايه الاسباب اللي مخليه الاهلي مش بيظهر بالصوره المطلوبه عند جمهوره مثلا. فعندك عدد من الاسباب. رقم واحد، ودي مش مبررات بالمناسبه، لكن احنا لازم نحط كل حاجه في حجمها، لان البعض في الحقيقه ساعات بيبالغ، والمبالغه دي في بعض الاحيان بتبقى مش مصلحه الفريق. انا ما بقولش ان محدش ينتقد، سواء بقى المدرب او الجهاز الفني كله او حتى اللعيبه، او لا طبعا اي حد ليه الحق الكامل انه ينتقد، واي حد ليه الحق الكامل ان هو يقول رايه، مفيش اي مشكله، نتفق نختلف، ده عادي جدا. كله بيتكلم عشان ايه؟ عشان مصلحه الاهلي. كله بيختلف عشان ايه؟ عشان مصلحه الاهلي ومصلحه الفرقه، مفيش مشكله خالص. لكن خلينا نحط كل حاجه في حجمها، لان المبالغه في بعض الاحيان قد تؤدي لنتائج غير مرجوه. ده أمر مهم جدا، المبالغة لازم لا تكون في الانتقاد ولا في الإشادة، لازم يكون في اتزان شوية. فخلينا نتكلم على بعض النقاط. رقم واحد، أرضية الملعب لا تصلح لأداء أي مباراة عليها، يعني أرضية ملعب سيئة جدا، أدي رقم واحد. بس الأهلي متعود على الكلام ده، فيش مشكلة يعني، ومع ذلك قدرنا إن احنا نرجع من هناك بنتيجة إيجابية 1-1. فريق بقى فرقة ضعيفة، فرقة قوية، أنت برضو رجعت إيه؟ بنتيجة إيجابية جدا، وبعون الله إن شاء الله تعالى هتكسب هنا مستريح باذن الله، اللي انت عندك فرقه تقيله جدا. رقم اثنين، حكم مباراه بصراحه سيء جدا، أسوأ درجات السوء يعني، اوحش حاجه في الدنيا. حسب ليا ضربه جزاء يعني، هو كان نفسه ما يحسبهاش، بس هي ما ينفعش تتحسبش، بتاعت محمد شريف واللي جاب منها علي معلول هدف الاهلي. ولينا ضربه جزاء الشوط الثاني مهمه جدا ما اتحسبتش، بتاعت اكرم توفيق، كانت تكسبك الماتش امبارح. هتقول لي ما احنا مش هنقعد نعلق شماعاتنا على التحكيم. لا يا جماعه، ده حقيقي امبارح بصراحه كان في خطا تحكيمي غريب يعني، ضربه جزاء ما فيهاش نقاش. ادي رقم اثنين. رقم ثلاثه، ودي الاهم، ركز معايا فيها. البعض بيسال يقول لك ايه اللي اختلف ما بين الاهلي في اخر 7 مباريات في الدوري بماتشين السوبر وكاس مصر بماتش امبارح؟ ايه اللي اختلف يعني؟ ايه اللي اختلف ما بين الاهلي دلوقتي والاهلي اخر 7 ماتشات في الدوري؟ مفيش حاجة اختلفت. طب ليه مفيش حاجة اختلفت؟ وده سؤال مهم قوي. هقول لحضرتك، أنت دلوقتي عندك قوام مميز من اللاعبين موجودين، اللي هم كانوا موجودين معاك إمتى؟ الموسم اللي فات، اللي هم عانوا من فترات كتير جدا صعبة، فبالتالي ده أدى لنتائج غير جيدة مع نهاية الدوري. هل اتغير شيء في ماتش امبارح؟
لا ما اتغيرش، ما اتغيرش ليه؟ لان هم نفس القوام. هل انا بقلل من اللعيبه دي؟ لا طبعا، لعيبه كبيره، لكن انت بتلعب ناقص كتير قوي، ودي نقطه ما تنساهاش وما ما ما تحاولش ان انت تغفلها اطلاقا اطلاقا. تعال نعد مع بعض الاهلي ناقصه مين امبارح، وانا هقول لحضرتكم برضو بمنتهى الموضوعيه امتى نقدر نقول لا الاهلي كده لا في مشكله جامده. لما نلاقي العناصر الجديده بتلعب بالغيابات اللي كانت او اللي موجوده امبارح رجعت، باللعيبه المعاره بتشارك، وتلاقي مفيش تغير في اداء النادي الاهلي، كده يبقى احنا بقى ساعتها لا كده في حاجه غلط، كده لازم يبقى في وقفه. لكن احنا امبارح الاهلي اللي بيلعب امبارح هو الاهلي اللي كان مع نهايه الموسم اللي فات. بالمناسبه الموسم اللي فات ده ما كانش موسم فاشل، انت خسرت الدوري، خسرت السوبر، لكن انت كسبت افريقيا وكسبت حاجات كتير جدا يعني. فتعال نعد مع بعض اسماء اللعيبه ونشوف مين اللي غاب عن النادي الاهلي امبارح. محمد الشناوي غياب مهم جدا جدا، احد ايه ده، هو افضل حارس في افريقيا بدون مبالغه طبعا، للاصابه. محمد مجدي قفشه العريس بسبب الحصول على اذن للزواج، ادي رقم 2. 12 لعيب غايبين، خلي بالك عد معايا. رقم 3 حسين الشحات بسبب اصابه في العضله الضم. رقم 3 دول حد يختلف عليهم لعيبه اساسيه ولا مش اساسيه؟ يعني القوام الاساسي اللي ختم معاك الموسم اصلا غايب منه لعيبه مهمه، مش اي لعيب. معاهم صلاح محسن احد اللعيبه اللي بينزلوا في الشوط الثاني دايما بيكون مؤثر وبيهدف. محمود وحيد من ضمن الغيابات، محمود متولي ايضا من ضمن الغيابات. دول القايمه القديمه اللي كانت مع النادي الاهلي اصلا مش موجوده في مباراه الامس بسبب او باسباب مختلفه. تعالى بقى عندك عمار حمدي بسبب عدم قيده في القائمه الافريقيه، احنا عارفين الاسباب لان طبعا القيد المحلي قفل قبل القيد الافريقي، او القيد الافريقي قفل قبل ما القيد المحلي يفتح. نفس الحال بالنسبه لاحمد عبد القادر، اثنين لعيبه مميزه جدا جدا رجعتهم من الاعار. التعاقدات، جبت حسام حسن مش موجود معاك امبارح، جبت لويس ميكيسوني احد ابرز اللعيبه في افريقيا مش موجود معاك امبارح. نفس الحال بالنسبه لنجم كبير جدا زي بيرسي تاو مش موجود معاك امبارح، كريم فؤاد مش موجود معاك امبارح. 12 لعيب ياثروا في اداء اي فريق، 12 لعيب سواء القديمه او الجديده، اللعيبه القديمه او الجديده، مش طبيعي دول ياثروا غياباتهم، طبعا ياثروا. فاحنا لازم يا جماعه نحط كل حاجه في حجمها، ما بقولكش الاهلي جميل جدا، ما بقولكش الاهلي كان ممتع امبارح او حلو، لا في اخطاء وارد جدا بتحصل. لكن انا امتى اقدر احكم؟ لما الطلبات اللي كانت اتطلبت واللي لجنه التخطيط اشتغلت عليها ومشرف العام على الكره اشتغل عليها جت وما نلاقيش نتائج، لما تشارك كده نتكلم بقى براحتنا وننتقد براحتنا وناخد راحتنا على الاخر، مفيش اي مشكله خالص. لكن الظروف هي هي، فطبيعي تلاقي الناتج هو هو. لا نستنى لما نشوف الشغل اللي اتعمل على مدار فتره الانتقالات الصيفيه الماضيه هيجيب نتيجه ولا لا، وبعد كده نقدر نتكلم في كل التفاصيل. يعني مش بختلف مع اي حد بينتقد، كل واحد طبعا حقه كامل ان هو ينتقد، مفيش مشكله ان هو بينتقد في صالح الاهلي، بس انتقاد مبالغ بيبقى صعب جدا. لما انتقاد يكون مبالغ فيه ممكن ياثر بشكل كبير، وانا شايف ناس مستقصده شويه موسيماني ممكن برضو تختلف مع موسيماني او تتفق عليه، مفيش مشكله. لكن في نفس الوقت يا جماعه خلينا نحط كل حاجه في حجمها ونستنى اما الفرقه تكمل ونشوف الامور هتمشي ازاي. انا واثق باذن الله بنسبه كبيره يا رب هنلاقي فرقه محترمه جدا جدا كالعاده، وهنلاقي عناصر ادت قوه بشكل كبير جدا للنادي الاهلي. فانا مش عايز الناس تقلق، وعايزين دعم ومسانده، لان الدعم والمسانده والله نتائجهم بتكون مضمونه 100%. ابرز مثال لما خسرنا من سان داونز بنتيجه كبيره مش متعودين عليها خالص، والجمهور سقف لعيبه الاهلي في المدرجات، من ساعتها واحنا بناخد تقريبا كل البطولات. ده كان نتيجه دعم ومسانده من جمهور النادي الاهلي الواعي، وجمهور النادي الاهلي كله واعي وكله حريص على مصلحه نادي، فده امر مؤكد، وده او دي جزئيه مش مختلفين عليها اطلاقا. وان شاء الله الامور تبقى افضل وافضل خلال الفتره اللي جايه. ده فيما يتعلق بمباراه الامس، عندنا ماتش يوم السبت الجاي ان شاء الله باذن الله نقدر نكسب باذن الله باذن الله براحتنا ونصعد للدور المقبل من هذه البطوله المفضله لكل جماهير النادي الاهلي. طيب